طيب احنا لو نيجي نسأل بشكل او بآخر على يمكن حضرتك سطر كده عبرت بيه في حديثك الآن، حضرتك قلت ان مرحلة السقوط او الهبوط لأردوغان بشكل او بآخر من 2012. طيب هي بداية النهاية، النهاية الأبدية لأردوغان، ولا نقدر نقول ايه؟ لا انا مش بداية النهاية، ده بداية من 2012. خد بالك، من 2012 2013 حصل مشكلة مظاهرات ميدان تقسيم ومشكلة الحديقة وكذا، وصولا للصدام المتزايد مع فتح الله جولن الذي كان راعيا لأردوغان. واصلين دلوقتي لأنه فتح الله جولن ده اللي فوق التسعين، المقيم بعيدا هناك في بنسلفانيا الأمريكية، ولا يكاد يستطيع أن يمسك كوب شاي ولا كوب ماء. هو بالنسبة لأردوغان يصنع كل شيء في العالم، فبيطارده عفريت فتح الله جولن في الصحوة والمنام، وكل يوم لازم يقبض على حد، عسكريين او غير عسكريين وصفوة المجتمع. يعني الكلام ده حقيقي ولا سبب مباشر او تلكيكي لتبريره لسياسة القمع اللي بيمارسها في المشهد؟ لا هو تنتابه وساوس، هو تنتابه وساوس وهواجس. خد بالك انه مؤامرات البيوت السلطانية دي هي جزء من ميراث من يقول عنهم انهم اجداده العثمانيين. قال لهم يقتلوا بعض، يسموا بعض، مش عارف ايه، يعني ده ميراث اجداده. المؤامرات. ميراث اجداده. زي ما هو يقول لك احنا بنحارب في ليبيا عشان ميراث اجدادي، مكان اجدادي ماسكينها. او في سوريا عشان ميراث اجدادي ماسكينها، وهكذا. فده ميراث اجداده برضه. فهو متسق مع ميراث اجداده. تنتبه هواجس ووساوس طول الوقت. جينات. ما هو عثماني بقى، عثماني مرووش. فهو سيظل يفعل ذلك باضطراد. يعني 375 و 400 ألف اللي فصلهم دول هيبقوا 500 ألف بعد كده، وكذا وكذا وكذا. لا، في التاريخ له منطقه. يعني هو خلاص المشكلة الكردية اللي هو بشر في عشريته الأولى بأنه أنهاه، قال لهم يا أخوانا أنتوا أكراد فعلا، ده كان هذا منكورا عليهم من قبل حين سماهم أتاتورك أتراك الجبال، وقال لهم أنتوا مش أكراد، ما فيش حاجة اسمها أكراد أصلا. قال لهم انتوا اكراد وممكن تتكلموا بلغتكم وتغنوا بلغتكم وتدرسوا بلغتكم، واحنا اخوه، احنا مسلمين، خلينا ندور على الروابط المشتركه، احنا مسلمين وانتوا مسلمين، خلينا اخوه. وتبنى ما يسميه مبادر السلام ومش عارف ايه، واسكات بنادق وكذا وكذا. وبعد ثم انقلب في عشريته الثانيه على هذا كله. هو شخص يعني هارب من مسرح تطارده الاشباح، وبيعمل طول الوقت على رفع صوته لإثبات أنه لا زال على قيد الحياة. يعني هو شخص حاسس أنه في حالة هلاكية، هو ماض إلى هلاك، يرفع الصوت عاليا لكي يثبت لنفسه قبل الآخرين أنه لا يزال على قيد الحياة. فالنزعة العثمانية دي وزيادة معدلها جزء من علامات النهاية. يعني انت عارف بدا يستخدم النهايه بايد مين؟ الشعب التركي طبعا، ولا بشكل الشعب التركي. عشان كده اسطنبول كانت البدايه. لاجل ذلك انا انصح، او بلاش انصح، ادعو الاعلام المصري الله يخلط الاوراق. الشعب التركي في النهايه هو شعب عظيم واخوه في العالم الاسلامي، وبلد حقق تقدما صناعيا مرموقا، يعني دعنا نعترف بالحقائق كما هي، وصداقة مع الشعب التركي وأخوة الشعب التركي. احنا عكس، هم عندهم، هو أردوغان يريد إيقاظ أوهام العثمانية لكي يستعد المصريين، لأن المصريين فعلا دخلوا في صدام كسر عظم حين استقلوا فعليا عن الدولة العثمانية. لكن احنا بلد احتوائي، يعني احنا عمرنا ما كنا عاصمة لما يسمى خلافة إسلامية. ما كانش مصر خالص عاصمة، ما كناش عاصمة خلافة. ليه؟ لأن مصر كانت الخلافة نفسها. حين سقطت كل صور الحكم، مصر هي التي صدت هجوم المغول اللي هم التتار، لأن البعض يقول لك الهجوم المغالي وهجوم الصليبي. مصر على قاعدة إيه؟ إن مصر وسوريا حتة واحدة زي ما بيقولوا السودانيين. يعني إن مصر وسوريا ولاية واحدة، من قطز، من جلود قطز، وصولا لحتن صلاح الدين، وصولا حتى لمعارك ابراهيم باشا، وصولا بعد كده بعد دوره لمعارك جمال عبد الناصر، وفي حرب اكتوبر، الحرب اللي نفخر بها هي تمت كمان بقياده مشتركه بين مصر وسوريا. يعني هذه اول حرب منذ قامت هذه الدول تاخدها، ياخدها بلدان عربيان بقياده مشتركه وبتخطيط مشترك.
في مغزى للتاريخ، في قانون في التاريخ، ما هوش يعني بيسري على عكس ما يبدو ان احنا كل يوم. فاحنا في سياق التاريخ نحن نحتاج الى ان نثق بالشعب التركي وبأخوة الشعب التركي، وان الشعب التركي بفضل التصنيع اللي عمله او اللي ساهم فيه اردوغان نفسه واتساعنا الطبقة الوسطى هو الذي سيسقط اردوغان. لكن اردوغان سيظل في حالة الهروب من الاشباح ومطاردة الاشباح والاستعانة بعقيرة اجداده العثمانيين يعني لكي يطمئن نفسه الى النهاية. انا اظن وليس كل الظن اثما ان اردوغان لن يكمل عشرياته الثانية وصولا الى 2023. كيف؟ لندع التاريخ يقول كلمته، هل بانتخابات، هل باختفاء مفاجئ، هل كذا. انا لا اركز عموما. المعارضة لها تأثير كبير ايضا في الاونة الاخيرة. المعارضة كانت قد ماتت في الصعود الاول لاردوغان، العشر سنوات الاولى كانت قد ماتت. انت دلوقتي حصل متغيرين في المعارضة، ان استيقظ الاموات زي حزب الشعب الجمهوري اللي هو حزب اتاتورك تاريخيا يعني، واستيقظ من قبورهم واستيقظ الاموات من قبورهم، وكمان نشا احياء جدد. الاكراد لاول مره في تاريخ الدوله التركيه اصبح لهم حزب ممثل في البرلمان التركي اللي هو حزب الشعوب الديمقراطيه. طبعا ده غير الحزب الذي يدير العمل المسلح اللي هو حزب العمال الكردستاني. والمشكله الكرديه اساسا مشكله تركيه طافحت وامتدت في ادمغتنا احنا، سواء ادمغتنا راسنا في العراق او راسنا في سوريا. وفي سوريا بالذات انت عارفين انه حتى حافظ الاسد لم يكن السوريون يعطون جنسيه سوريه للاكراد. لماذا؟ لان هؤلاء في غالبهم مستحق جاءوا اساسا هربا من تركيا ومن مطاردات الدولة التركية وحروبها ضدهم. طبعا الوضع تغير الآن، وندعو إلى إتمام التغيير بإعطاء الكل جنسية، لكن كمان مع تصفيط أنه الاعتراف بحقوق الأكراد يعني انفصال الأكراد، أن احنا مش ناقصين تمزيق ولا تكرار ما يسمى الفيدرالية اللي أهلكت، التي أهلكت العراق.